الآن نستطيع أن نبدأ. أهلا بكم جميعا ومساء الخير، صباح الخير من أينما كنتم. أهلا بكم في اليوم الثالث والأخير لاجتماع التحالف أو ألاينس بحماية الأطفال في العمل الإنساني. قوموا بالتعريف عن أنفسكم في الدردشة، وأهلا بكم اليوم. وسوف نبدأ اليوم بهذه الجلسة الذي سيتحدث عن موقع ألاينس الذي تم تحسينه وتم إعادة تصميمه. سوف أتحدث بعد أن انتهينا من سرد هذه الملاحظات. سوف ننتقل الآن لنتحدث عن الموقع الجديد لألاينس، وأنا الآن أعطي الكلمة لأنيسة التي كانت معي وعملت معي على الموقع الجديد لألاينس، وكان لها دور مهم لكي يصبح هذا الحلم واقع، وأصبحت الآن جولي. هل نستطيع أن نذهب إلى الشريحة الأولى من الموقع؟ أهلا بكم جميعا، إنه لشرف لي أن أقوم بعرض الموقع الجديد لألاينس. هذه الصفحة الرئيسية تستطيعون أن الآن هنا ما وظائف الشاغرة، إذا كان هناك أيضا ضغط بأنك تريدون الانضمام إلى الألاينس، وأيضا هناك مجتمع الممارسة الذي تحدثنا عنه في المنصة وفي إحدى الجلسات، كيف يمكن أن نتشارك وأن ننخرط بالمناقشات من خلال مجتمع الممارسة. من السهل جدا الدخول على هذه النقاط هنا في هذه، لدينا رؤيتنا وأيضا مهمتنا ولدينا الاستراتيجيتنا لعام 2021 إلى حد 2025، ولدينا أيضا هنا حماية الأطفال في العمل الإنساني. ما أردنا أن نقوم به هو أن نكون بوضع كل المصادر الأساسية المهمة لكي تسهل الوصول إليها في الصفحة الرئيسية. وسوف إذا أردتم أن تكونوا على دراية وعلى معرفة على ما نقوم به، قوموا بزيارة الموقع، وهذه وهناك أيضا المنظمات التي نعمل بها وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي. وهنا إذا أردتم أن تعرفوا عن الألاينس تستطيعون الدخول إليها عن طريق هنا، من هنا ومن هنا. إذا هنا بهذه التغيير كيف يمكن أن نسهل الوصول إلى المعلومات. ما قمنا به هو من خلال مثلا الكلمات الرئيسية، حماية الأطفال مثلا، تستطيعون البحث عن أي كلمة رئيسية. وإذا انتقلتم إلى الخلف أو تستطيعون أن تذهبوا أن تروا كل الأخبار أو كل الوثائق المرتبطة بحماية الأطفال. وإذا ذهبت للأعلى، إذا لم تكن تعرفون ماذا تريدون البحث عنه، تستطيعون وضع كلمة واحدة مثلا طفل، وهنا تستطيعون هنا أن ترى أن هناك الكثير من الخيارات. وهنا إذن سوف يسهل عليكم الدخول والحصول على المصادر التي تريدونها. من أحد الأمور أيضا هو أن نقوم بالعمل وتحسين
الخط الأول أو القائمة. هنا بعض المواد الإرشادية والتقنية، إذا أردتم مثلا بعض المواد التوجيهية تستطيعون أن تروا كل آخر الأعمال التي قم بها، وإذا كنتم تريدون أن تحصلوا على شيء خاص يمكن أن تذهبوا إلى خاصية البحث والبحث عنه. الآن هنا التدريب والتعليم الإلكتروني، فالكورسات الإلكترونية موجودة، وأيضا هنا لدينا مجموعة التدريب وجها لوجه والمباشر. إذا كنت تعرف ما تريد البحث عنه تستطيعون أن تروا آخر الأعمال التي قمنا بها. هناك كثير من المجموعات التدريبية والتعليمية الإلكترونية التي تم إنتاجها من قبل الألاينس. إذا ذهبنا الآن إلى صفحة لمجموعة عالم، هي مجموعة عمل خاصة بالتعليم والتنمية. نحن هنا سوف أعطينا لأعضائنا الفرصة ما هي ليعلموا ما هو تركيز فرق العمل ومجموعات العمل عفواً. فلدينا إذا هنا ترون، إذا ذهبتم للأسفل تستطيع هنا، لدينا هنا نعطي المصادر الخاصة بمجموعة العمل، ومثلا التي قامت بها مجموعة العمل الخاصة بالتعلم والتنمية. وإذا كنتم تعرفون ماذا قامت به هذه الفرقة تستطيعون الذهاب مباشرة إلى المصادر وأن تقوموا بالدخول إلى المصادر الموجودة. إذا ذهبنا الآن، ما أردنا أن نريه هو بأن هناك تحسين خاصية البحث. الآن نبدأ بمن نحن نود أيضا فيها. إذا كنت تذهب أو تريد أن تبحث عن أي شيء على استراتيجياتنا أن تصبح عضوا معنا أو الأعضاء الآن الموجودين هنا، ما نقوم به هي مجموعات العمل وفرق العمل والمبادرات التي نقوم بها. وفي تحت المصادر لدينا هنا مواد الألاينس، وأيضا لدينا المواد الموضوعية أو المواضيعية. وأما آخر الأخبار هنا، نتحدث عن المواضيع التي تم إنتاجها من قبل فرق العمل. لدينا هنا مؤخرا أو ما قمنا به مؤخرا، مثلا ما هي آخر أخبار الألاينس، وهناك أيضا الاجتماعات السنوية وما كنا نقوم به في السابق، وما هي الاجتماعات التي سنجهز لها في المستقبل. إذا قمنا الآن هنا مثال، إذا نظرنا عن حماية الأطفال، هنا لدينا كل هذه الروابط التي هي موجودة، التي تصبح من السهل علينا أن نعرف أين نذهب وأن نأخذ المعلومات المطلوبة. هنا يوجد فيديو وكيف يمكن أن نستخدم الـ CPMS الذي هو له علاقة بالتعليم والكورسات. وإذا
كل ذلك ليكون هناك طريقة تفاعلية مثيرة للاهتمام. هنا مثلا بعض التصنيفات والتي تستطيع من خلالها أن تختار أين تريد أن تحصل على معلومات. مثلا هناك التعليم، المناصرة، مصادر التعلم والتنمية والتطور. هنا لدينا الجلوسري، أو لدينا المفردات، مخزن المفردات، وما هي، لقد وضعنا فيها الكلمات والمصطلحات المستخدمة بشكل شائع، وتم ترتيبها بحسب الترتيب الأبجدي. وهنا قد تم وضع التعريفات لكل من المصطلحات. هذا نحن الآن، هذه الموقع الجديد أصبح سريعا جدا مقارنة بالموقع القديم. حتى لو لم يكن لك عندك سرعة إنترنت كبيرة، تستطيع ما زال أن تقوم بالانتقال والتجول في هذا الموقع بسرعة كبيرة. اذهبوا وقوموا باختبار هذا الموقع بأنفسكم. شكرا أنيسة على هذا. إذن قوموا الآن سوف أعطي الكلمة لساندرا لكي تتحدث على الجلسة الأولية من هذه الفترة. شكرا. presenting.